وده درس لولادنا ده في قطاع الناشئين. من السهل انك تعمل فلوس في اي نادي، ده رزق بتاع ربنا، لكن عشان تعمل تاريخ وتعمل بطولات دي مقوله مهمه جدا لنجم نادي الاهلي كابتن وليد سليمان، اللي من ايضا بنقول له كل سنه وانت طيب يا وليد. وليد ما شاء الله يعني له دور مهم جدا في الفريق الاول، كمان خلال المشاركات الاخيره وامام الجونه الهاتريك ما شاء الله. نتمنى له ان شاء الله التوفيق خلال الفتره اللي جايه. عايز اروح لدرس مهم جدا، هما درسين لولادنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ولكل الالعاب الموجوده داخل النادي الاهلي. اول درس هو ما شاء الله فريق النادي الاهلي للكره الطايره رجال بحقق رقم قياسي عالمي، 100 مباراه فوز، ما شاء الله انك توصل لهذا الرقم فاكيد في اخلاص وفي تعب. تعب من المنظومه كلها للطايره، من الجهاز الفني ومن اللاعبين، انك تحقق الرقم الكبير 100 مباراه أكيد في حب بيجمع دايما بين اللاعبين، دايما حب بيجمع بين الجهاز الفني بقيادة الكفء المدير الفني الكابتن محمد مصلحي. ما شاء الله بتفوز في الدوري، بتفوز في البطولة العربية، بتفوز في بطولات أفريقيا، في الكاس، فأكيد في إخلاص وفي جهد كبير. النهارده كمان بقوا 101، يعني الرقم إن شاء الله هيتحقق أرقام كبيرة كمان مع فريق الكرة الطايرة. في حلقتنا النهارده كمان بنقول إن الرقم ما بقاش 100، ده 101، وإن شاء الله يتواصل كمان ويزيد رقم الكرة الطايرة. من هنا بقول لأولادنا داخل قطاع الناشئين وفي كل الألعاب، علشان تحقق الأرقام القياسية دي لازم يكون ليك هدف، لازم دايما تتعب، لازم دايما تخلص، لازم يكون في حب بيجمع المنظومة كلها مع بعض، ودايما فوق ده كله روح الفانيلا الحمراء، روح الفانيلا الحمراء اللي دايما بتميز النادي الاهلي على مدار السنين والاجيال، اللي دايما بتكون سبب في حصد البطولات. ده كان اول درس لاولادنا داخل قطاع الناشئين واخواتنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. الدرس الثاني، ممكن تخسر لكن الناس كلها وانت بعد الخساره بتحييك وبتسقف لك. ده اللي احنا شفناه في مباراه النادي الاهلي امام النجم الساحلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا الخساره بفعل فاعل، والفاعل معلوم للجميع ومعلوم للناس كلها. لكن أداء لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني من بداية اللقاء قبل الطرد وبعد الطرد، من هنا جت التحية أو جت إشادة الناس كلها للاعبي النادي الأهلي. ده أيضا بقول لحضراتكم درس مهم جدا لأولادنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. ممكن تخسر في أي مباراة، خسارة واردة، لكن مع الخسارة خلي الجميع يحترمك. لازم تظهر بشخصية النادي الأهلي، لازم تقاتل، ولازم تلعب بروح الفانيلا الحمراء، روح الفانيلا الحمراء اللي دايما بنربي ولادنا عليها داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. وشفناها كمان في مباراه الاهلي والمقاولين 2004 الريمونتادا، ما شاء الله النادي الاهلي بيحول تاخره في المباراه، كان مغلوب 2-0 بيرجع يتعادل 2-2، 3-2 لصالح المقاولين، 3-3 تعادل ايجابي، وبعد كده النادي الاهلي بيفوز في الثواني الاخيره 4-3، حاجه شبه مباراه كاس مصر 2007. مباراه النجم الساحلي الجماهير برغم الخسارة لكن كلها كانت راضية عن لاعب النادي الأهلي والجهاز الفني. الجهاز الفني اللي تعامل بواقعية، كان في ظروف صعبة على الجهاز الفني لكن تعامل بواقعية بعد الطرد اللي كان في الدقيقة 14، صعب المهمة، لكن واحنا بنتفرج مش حاسين ان في اي صعوبة في اللقاء، حاسين ان لعيبة النادي الأهلي بالعكس بيلعبوا كاملين. انتشار اللعيبة، روح اللعيبة، ومش عايز اسمي لعيبة معينة لكن بسمي الجهاز كله وبسمي اللعيبه كلها، ان فعلا ما حدش قصر. وده زي ما بقول لحضراتكم وبقول لاولادنا واخواتنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ممكن مع الخساره الجميع يحترمك. واحنا في جيلنا كنا خارجين من النجم الساحلي واحنا بنلعب في استاد القاهره وخسرنا اللقب دوري ابطال افريقيا، لكن الجماهير كلها حيتنا برضو نفس الظروف، كان يعني الخساره معروفه وقتها، كان سبب حكم المباراه. فالنهارده نفس الظروف، النهارده برضو في مسؤوليه كبيره طبعا على لعيبه الفريق الاول بالنادي الاهلي خلال الفتره الجايه في سعاده الجماهير، وان شاء الله هم قادرين ان احنا دايما عندنا 11 راجل في الملعب.